اكيد مصطفى الاوسي اللي صار موجود معنا بالاستوديو. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم، شكرا لاستضافتنا. حقيقة مبدئيا موضوع علاجات الشعر، علاجات علم شائع، علم فيه توسع كبير، استخداماته كثيرة، موجود حاليا بتطور، كل يوم ينزل أشياء جديدة، أبديت جديدة على مواضيع العلاجات اللي تخص الشعر، خصوصا أنه حاليا نزلت الأنواع الجديدة من موضوع البروتينات، علاجات الشعر اللي هي الخلايا الجذعية، نعم. مصطفى إذا تسمح لي بس أبدأ أتوقف عن موضوع البروتينات، نعم. أرحب بك مرة أخرى. يمكن اليوم كثير من الأشخاص يلجؤون للبروتين لعلاج الشعر التالف. اليوم البروتين اللي شنو يستخدم وكم مرة إحنا ممكن نسويه وكل هالتفاصيل؟ بداية يعني البروتين أو المصطلحات اللي متواجدة حاليا في كل المصطلحات التجارية، انه كريستال، بروتين، كيراتين، بوتوكس، فيلر، غيرها، كل هذه التفاصيل تخضع تحت مسمى واحد وهو مسمى الكيراتين او البروتين، تمام؟ البروتين هو طبعا مثل ما حضراتكم تعرفوا والمشاهدين بيعرفوا انه هو مجموعه من الاحماض الامينيه تعزز النقص الحاصل في خلايا الشعر. احنا بطبيعه الحال نعرف انه الشعره بتتكون من 95% من الكيراتين، من المعادن الخمسه الباقيه، النسبه الباقيه هي 5% تتكون من الماء والمعادن اللي هي الزنك والمغنيسيوم الحديد بالاضافه الى الاوميجا، والاخير انه فيها من ضمن ال 5% اللي هي ماده الميلانين اللي تعتبر الصبغه الخارجيه للشعر. فلذلك اكثر اغلب الناس تلتجئ الى العلاجات بالشعر اللي هي الطريقه الحديثه الحاليه الموجوده اللي هي البروتين. البروتين بطبيعه الحال احنا نعرف انه العمر الافتراضي للشعر شهريا في يصير تساقط. من بدايه الجذر لنهايه الشعر في عمر للشعر فعليا. كل ما الانسان يتقدم بالعمر كل ما صارت الشعره تكون فيها تتعرض لعوامل خارجيه، تتعرض للصبغات، للعوامل الكيميائيه، خصوصا النساء طبعا. تحتاج الى اعاده روابط الشعره، نعزز مره ثانيه اللي هو النقص الحاصل من خلال تعرض العمليات الكيميائيه او بمرحلة كبر السن يعني أو مرحلة تقدم بالعمر. فالناس صارت تلتجئ إلى موضوع البروتينات. البروتينات بصورة عامة هي أحماض أمينية تعزز باستخدام الحرارة طبعاً. أي شخص إنه يحكي لك ما نستخدم حرارة أصبح هيك تريتمنت. يعني عندنا سايدين إحنا هنا. السايد الأول إنه إذا تريد تستعمل كتريتمنت للشعر، يعني بدنا احنا نكون نرجع الشعر لحيويته، انه يكون رطب، يكون في رطوبه او يكون في ملمس ناعم، نستعمل انه نخلي ماده البروتين لفتره معينه ونستعمل الشسوار فقط. نعم. اما اذا ردناه يكون لفترات طويله تمتد لسنه او سنه ونص، فنستعمل الايرون ماسك اللي هو الكاوي الحراريه. هذه بتغلف الشعر بكامل، ولها طرق ان شاء الله راح نتطرق لها خلال نعم جميل. طيب استاذ، يعني منتجات العنايه بالشعر هي كثيره وكثير ناس بيلجؤوا لعده طرق للعنايه بالشعر، متى الفتره اللي انا بحس انه فعليا لازم انا الجا لهي العلاجات ومنها البروتين او غيرها؟ الشيء الاساسي لازم نعرف شغلتين، احنا نحدد المشكله، السبب الرئيسي لعلاج الشعر. عندنا يكون سببين، سبب داخلي اللي هو اللي نعتمد فيه بالصوره الاساسيه على البروتينات الموجوده بداخل جسم الانسان، على التحاليل الغده الدرقيه او نقص الحديد، البي 12، فيتامين د، هذا كله سبب رئيسي داخليا لموضوع الشعر. اذا تعالج داخليا يبقى العلاج الخارجي سهل وبسيط جدا، من خلال انه نشوف اذا كانت حيويه الشعر او رطوبه الشعر صارت تفقد الرونق، نقدر احنا نعالجها من خلال ماسكات اسبوعيه تكون تستعمل بالاسبوع مرتين، يمكن ماسك ينحط على الشعر قبل الحمام لمده ثلث ساعه، بعد ثلث ساعه ينغسل وحمام طبيعي، تمام؟ او نستعمل اللي هو بديل الزيت سيرام كريم. عندنا كمان بنفس الوقت اذا كنا بدنا نعطي ريفرش اكثر للشعر نستعمل الزيوت الطبيعيه. الزيوت الطبيعيه المستخدمه أكثر اغلبها اللي موجوده اتوقع عند متناول الجميع موجوده عند العطارين. بنفس الوقت احنا يعني انتجنا هيك اشياء ب 23 صنف من الزيوت، من ضمنها زيت اكليل الجبل، زيت النعناع، الجرجير، زيت الخروع، زيت الحشيش المستخلص، كل هذه الزيوت
تساعد على إعادة إنبات الشعر، إعادة البيبي هير للشعر إذا كان في فقدان بالرونق أو باللمعان. نعم. طيب أستاذ مصطفى، أريد فد نصائح أخيرا نقدمها للي تابعنا بما يخص موضوع العناية بالشعر، شنو أكثر شيء لازم نركز عليه وشنو الأشياء اللي لازم ما نهملها أبدا بما يخص شعرنا؟ هسه الإفراط في استخدام يعني حقيقة موضوع الاستخدام الشامبو الخاص للبروتين. وفي مثلا انت يعني الشخص مش عامل بروتين او مش عامل علاج لشعره لازم يختار النوع المناسب للشعر. يعني انا ما يصير استخدم نوع شامبو للشعر الجاف وانا شعري دهن، او شعري دهني للجاف، او بالعكس. عرفتي كيف؟ اول شيء صحه اختيار المنتج للشعر، انا احكي بصوره انه للصبايا يعني، اما الشباب ايش بيتعاملوا فيها المشكله. بالإضافة إلى أنه الاعتناء بصورة متواصلة دورية تكون بالماسكات، بالسيرام الكريم، قلنا بالزيوت مرة ثانية. هذا يعني ما في شيء، عدم تعرضه للصبغات بكثرة، صبغات وسحب اللون. نعم. هذا العدو الأول لدمار الشعر صراحة. نعم أكيد. والإفراط بالحمام يعني ما بيزبط إنه يومي حمام، صحيح، بيدمر الشعر صراحة. صحيح أكيد، كل هاي الأمور ممكن إنها تضر الشعر. نعم. وأكيد دائما لازم إحنا ندعو كل الصبايا إنهم يديروا بالهم على شعرهم لحتى تكون دائما صحة شعرهم. تاج النساء هو الشعر طبعا 100%. مصطفى إحنا ما نشكرك على كل هالمعلومات اللي أعطيتنا إياها، وأكيد إن شاء الله بمقابلات قادمة رح نحكي بتفاصيل أكثر، مواضيع أكثر بتخص الشعر. شكرا لك أستاذ.